السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده بطاطس البوريه بكرات اللحمه. شكلها جميل وطعمها احلى من شكلها زي ما بنقول. زي ما انتم شايفين ان شاء الله جربوها وتعجبكم. اهي زي ما انتم شايفين شكلها جميل فعلا وعلى بركه الله. نبتدي الشغل. عندي كيلو بطاطس مسلوق اهوت، وعندي كوبايه لبن، وعندي جوزة الطيب وفلفل اسود وملح، وعندي 50 جرام زبده. ده اللي عندي كله. البطاطس دي مسلوقة وهي سخنة على طول، بهرسها كويس. وما بتبقى سخنة بتسهل علي عملية الهرس اهوت. هرست البطاطس كويس، هحط عليها الزبدة، والزبدة مش سمنة لأن الزبدة طعمها بيظهر جدا مع البطاطس. بس لو عايز احط سمنة ماشي الحال، مفيش مشكلة يعني. اهوت نهرس برضو الزبدة مع البطاطس ناعم فيها خالص عشان تختلط في بعضها. ودي البطاطس البوريه اللي انتوا بتاكلوها بره، هي دي اللي احنا بنعملها. خلطنا الزبدة مع البطاطس كويس، وهديلها التوابل بتاعتها اللي هي جوزة الطيب وفلفل اسود وملح، وهقلبهم في بعض كويس. اهوت بعد ما هنقلبهم كويس بالشكل ده، وندخل البهارات في البطاطس كلها. عندي كوبايه لبن، هحط شويه شويه اما اشوف ايه اللي هيحصل، وهتاخد لبن قد ايه. هنا قلنا عندنا كيلو بطاطس، حطينا له 50 جرام زبده او معلقتين ثلاثه. هي عامة مش ميزان، هي عملية تطعيم للبطاطس. حطينا لبن تاني اهوت، وهنقلب لحد ما توصل لدرجة التقل اللي احنا عايزينه او الليونة اللي احنا عايزينها اهوت. وهنحط بقية الكوباية كلها، يعني كده كيلو البطاطس خد كوباية لبن و50 جرام زبدة. اظبطي بقى مقدارك على كده، ونقلبهم في بعض كويس، ندعكم في بعض جامد. انا عايزها تبقى زي الكريمة زي ما انتم شايفين كده. بعد ما وصلت للدرجة ديت، عند الصينية او القارب الباريكس اللي انا هشتغل فيه، افضي فيه البطاطس اهوت. شايفين البطاطس عاملة زي الكريمة بالظبط. زي ما قلنا كيلو البطاطس خد كوباية لبن. وهنفرد البطاطس في الصينية بتاعتنا او البايركس اللي انت هتشتغلي فيه. ونسوي الوش كويس. تمام كده خلاص، هنركنه جنبنا ونشوف هنعمل ايه تاني. عندي لحمة مفرومة الكمية اللي انت عايزاها، احط عليها ايه، احط عليها بابريكا وفلفل اسود وكمون وملح. كمية اللحمة انت اللي متحكمة فيها، حط الكمية اللي انت عايزاها، ربع كيلو، نص كيلو، كيلو، براحتك. وهندعكها ببعض كلها كويس مع البهارات بتاعتها، وهنبدأ نشتغل بيها. وعندي شوية دقيق في الطبق، هنشوف هنعمل بهم ايه. دايما وانت بتفرم اللحمة للكفتة للبرجر والحاجات ديت، ادي الملح بتاع اللحمة في الوش التاني. بتفرمها وشين، الوش التاني حط اللحمة، حط الملح مع اللحمة، بيبقى عامل زي الصبغ في اللحمة، ما بتفكش ابدا. تعمليها سيخ، تعمليها برجر، براحتك. كورت اللحمة بالشكل ده وحطيتها في الدقيق اللي جنبي، وحط دقيق على قدك لان اللي هيتبقى هيترمى. ولفيت كور اللحمة ديت في الدقيق اهو زي ما انتم شايفين،
موضوع بسيط وسهل خالص، هي فكرة بس أنا بوصلها لك. هنخش على النار نشوف هنعمل ايه بالكفتة دي. عندي الطاسة فيها معلقتين زيت سخنين، هنزل بالكفتة بتاعتي على الزيت السخن في الطاسة اهوت، نحط الكفتة بتاعتنا نشيلها من الدقيق، ننفضها من الدقيق كده، نحطها في معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم في الطاسة وسخنه وحطيت فيهم الكفتة اهو، وهبدأ ان انا احرك الطاسة مش هقلب بالمعلقة اهوت لحد ما الكفتة دي تستوي لونها يتغير، اللي هو يبقى اللون الرصاصي ده، اللي هي ما معناه ان هي مستوية او بالشكل ده. في الوقت ده هديلها معلقتين صلصة، صلصة مضروبة في الخلاط عادي خالص ومتصفية، هديها معلقتين صلصة وهسيبها مع الصلصة دي دقيقتين كده تتسبك، وهديها بعد كده ربع كوباية مية واسيبها تستوي والصوص بتاعها يتقل. اهو تتلاقي الصلصة والمية صوصها اتسبك، طلعت بيها بره، فضيتها على البطاطس ورشيت عليها جبنة من فوق أي نوع جبنة مبشور، ودخلت الفرن عشان تاخد لون. اهي شايفين شكلها جميلة جدا، مش محتاجة كلام. وموضوع الكفتة بسيط خالص، حط الكفتة على النار، تجريها على النار تستوي، تديها ملعقتين طماطم وربع كوباية مية وتسيبها تركز خالص، وتحطيها على وش البطاطس وفوقها شوية جبنة وتدخلتها الفرن. خلص الموضوع على كده، وشايفين شكلها جميل جدا. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.